الحركات الكلمية للإعلان. عودة لنتابع نشرتنا وبنروح لانتخاب مسابقة مستر عرب وورد للعام 2012 اللي غابت العام الماضي وما تم انتخاب شاب لحتى يحمل هاللقب نسبة للأوضاع اللي مر فيها لبنان. هذا العام تم الانتخاب والترشيحات كانت من لبنان ومختلف الدول العربية، وصلوا ل 124 متسابق، اختاروا منهم 18 وحصل على اللقب متبارئ واحد. الكل بيعرف انه المتبارين او ملوك الجمال تبدا حياتهم بالشهره وتحت الاضواء لما بيحملوا اللقب، ولكن الملك الليلي جاي من خلفيه موسيقيه، لانه هو اضافه لانه ملحن وموسيقي هو عازف وشارك بفرق كثيره وابرزها كان مشاركته لعمدة 3 سنوات بالميوزيك هول. حامل اللقب إيليا، خلينا نشوف كيف عم بيتم تتويجه امام الوسائل الاعلاميه ويخبرنا شو حيضيف له اللقب. اهلا وسهلا بمستر عرب وورد 2012 الي إيليا. اهلا وسهلا فيك. ليه مستحي؟ مش مستحي، صوتك معود، بتعزف بين الناس وقصص. اول مره اليوم مش حامل شيء معي. اول مره بتحس حالك انك ملك جمال، شو الشعور اليوم انه انت مستر عرب وورد اليوم؟ شعور كتير غريب، هيك تحس بشيء يعني ما صاير معك من قبل. شعور كيف بدي اخبرك، يعني انا طالع كتير على الستيج وقدام كاميرات بس باين علي متوتر شوي، وعن جد شعور ما بيوصف، كتير حلو. انت زلمه معروف، يعني انت زلمه موسيقي واشتغلت مع فرق مهمه والكل يمكن شايفك بالميوزيك هول، فشو بتحس هذا اللقب اليوم حيضيف للي انت اوريدي عامله؟ هذا اللقب حيساعدني اكثر كفي مسيرتي المهنيه والاجتماعيه وينسق لي بيناتهم، يعني يمكن يصير بصوره اكبر بلكن الله رد. طب في برنامج معين عم بتفكر تشتغل عليه خلال العام من الليله للعام المقبل ان شاء الله؟ في عندي فرقتي اسمها فيوجن، رسالتي هي زرع السلام عن طريق الموسيقى. هيدي واحد بقرب لك اياهم، لانه مثل ما بنعرف سلام العالم ببلش من السلام الفردي، والسلام الفردي هو كنايه عن احاسيس متوازن بقلب الانسان، والموسيقى بتساعد ليبقى هيدا التوازن. كما انه بحب اتبنى مشروع الحفاظ على البيئة من خلال جمعية لبنان الأخضر. صوتك حلو؟ الحمد لله. ممكن تطلق شي أغنية أو؟ يعني أنا ماني بغنى عربي، بس بلحن عربي، بس بالأصل بغني إنجليزي. حاولنا رغم الظروف سنة الماضية أنه نعمل لقب، لكن فضلنا أنه ننتظر شوي. هالسنة لقينا أنه صار لازم بقى الاستمرارية هي شغلة كتير مهمة، فبركي بيكون كمان انتخابات الجمال وملكة الجمال بيحط إيده بملكة جمال لبنان وبيخدموا سوا رسالة السلام، لأنه نحن بأمس الحاجة بهالأيام لزرع السلام بالعالم العربي من بعد الثورات اللي عم بتصير، ونحن كمان بنجرب قد ما فينا السنة اللي بعدها واللي بعدها تكون في مشاركة أكبر من الدول العربية. وين حتبعتوا يمثل لبنان؟ أنا رح أبعتوا على في عدة ألقاب للشباب عالمية، بينهم أهم لقب هو مانهانت انترناشونال، إن شاء الله بوقت اللي بده يصير فيها بالربيع المقبل رح يمثل لبنان بمهرجانات عالمية، وهلأ بالبداية خليه يركز على لبنان وركز على الدول العربية حتى يقدر خلال سنته يعمل إنجازات إن شاء الله تكون كبيرة. يا رب. نحن بنتشكر محطتكم، بنتشكرك عماد هواري، انت دائما مرافقنا، دائما مرافق قطاع الجمال ومرافقنا شخصيا، بنتشكرك على كل شيء. عمار خطيب هو مستر عرب وورد للعام 2010، حمل اللقب على مدى سنتين، قام بنشاطات كثيره كان ابرزها عدد من الفيديو كليب مع عدد من الفنانات اللبنانيات والعرب. اليوم عم بيسلم اللقب الى مستر جديد واللي هو الي إيليا، وكلكم اكيد تبعتوا بالصوره. عمار مرحبا. مرحبا، كيف حالك؟ مش الحال، انت كيفك عماد؟ الحمد لله. خبرنا كيف كانوا او كيف قطعوا هالسنتين عليك وانت حامل لقب مستر عرب وورد؟ قد ايه خدمك اللقب؟ لا خدمني كثير اللقب، لقب مستر عرب وورد من اهم الالقاب العربيه يعني، وفتح لي كثير ابواب، ومنهم عرفني على دينا حايك، صورت كليب مع دينا حايك، وصورت لشركه اتصالات اس تي سي على مده 3 شهور، وهلا عندي شغل جديد ان شاء الله، وصورت مع الام بي سي، اخذت دعايات للام بي سي. الحمد لله كان لقب كثير حلو،
صدقني احلى سنتين بحياتي. ملكة جمال العرب للعام 2005 كانت وما زالت حاملة التاج. هلا بدنا نشوف ليش يعني كنت عم قلها دخلك هالعام حينتخبوه، قالت لي ما بعرف، قلت لك خليه معك التاج احسن، شو خسرانة انت. هاي نيكول طعمي. مساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدين شاشة ارابيكا. وعماد شو بدي اقول لك، عن جد يعطيك العافية لانه يخز العين عنك بكل الايفنتات بكل المحلات، عن جد حامل هالرسالة ومن مال لمال. بالنسبة للقب انا مبسوطة انه بعده معي، ما نزعل. 7 سنين في رقم 7 قديش حلو. لا ان شاء الله خير، يعني انت عارف الاحوال كانت عم تتاجل على طول، ان شاء الله هلا باذن الله يا رب يعني يعملوا انتخاب جديد. اكيد بس حبيت تسلمي التاج يعني ما كثير. بس انه لازم. على كل انطلقتي وصار في كثير من الجمهور بحبك من خلال الدراما اللبنانيه، اعمال حلوه قدمتيها، كل اعمال فيها رساله للمراه والفتاه اللبنانيه والعربيه، اضافه الى اطلالات ومشاركه باعمال عربيه منا سوريه، وما بننسى انه كان هالعام لك نصيب بثلاث مسلسلات سوريه. اي نعم، بشرفني طبعا اني اكون انا بالدراما اللبنانيه وكمان بالدراما السوريه. السنة كان لي إطلالية طبعا بصبايا بمسلسل رومانتيكا وبأيام الدراسة الجزء الثاني. إن شاء الله خير، إن شاء الله كمان بعد لقدام أكثر وعربيا أكثر، إن شاء الله كمان درامتنا اللبنانية كمان تتقدم أكثر وأكثر. هلا شو عم تحضرين وعارفين أنه حتنتهم المسلسل قريبا سيبصر النور عبر الشتاء؟ عبر شاشة الـ LBC عم صور مسلسل مع المخرج والمنتج إيدي معلوف، بوجه له تحية كثير كبيرة، وعم صور مسلسل اسمه شوارع الذل يلي بيتعاطى الوضع الشأن الطريق العالم اللي عم تتعذب. حلو من الواقع من الواقع. شو دورك هون؟ أنا سوسن. دور كتير 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 حلو، وأكيد ما بقل أبدا عن دوري بالأرملة والشيطان. لمين بتهدي نجاحك اليوم؟ لكل أصحابي وأهلي، كل اللي دعموني لهون، حتى الميوزيك هول، كل اللي ساعدوني، وشركة بيس أكيد اللي دعمتني مع صاحب الشركة ثاني أبي نادر. عندك ميول للتمثيل؟ حس بس بعد ولا مرة مجرب، بس اكيد اذا كانت هيك مثل الكاميرا مثل هيدي حتفزعني شوي صغيره يعني.